يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان العالم لا ينكر البدع التي يقوم بها المبتدعة، إذا كان العالم لا ينكر البدع التي يقوم بها المبتدعة بقصد كسب مودة الناس وجمعهم على كلمة واحدة، صلى الله العافية، هذه مداهنة، هذه المداهنة، ودوا لو تدهنوا فيدهنون، لا يجوز هذا، لا يجوز للعالم أن يسكت. من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. والآية، الآية الكريمة، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، نسأل الله العافية. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. فلا يجوز كتمان العلم والناس بحاجة إليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا أمر مسلم ومعروف. نعم.